دكتورة نيرة، النهاردة الشباب عليهم دور كبير قوي، دور مجتمعي تجاه التغيرات المناخية، دور حتى فردي لكل شاب. النهاردة انتوا شايفين دور الشباب ازاي؟ بتعملوا ايه عشان حتى توعوا الشباب وتوصلوا لهم المشكلة دي بحجمها الكبير اللي هو في الحقيقة العالم كله بيحاول ان هو يواجهه النهاردة؟ احنا طبعا في مؤسسة شباب القادة عندنا اكتر من برنامج، واكتر منهم بيخدم قضية المناخ. طبعا في عندنا طبعا برنامج قادة المناخ اللي اتكلم عليه دكتور علي، وكمان عندنا برنامج قادة الانشطة الطلابية اللي ان شاء الله حفل الختام بتاعه هيكون بكرة بإذن الله 14 سبتمبر في الحرم اليوناني بمحافظة القاهرة، وطبعا بندعو الجميع للحضور. الفعالية طبعا هتشهد حضور مميز جدا للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وكمان الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي. طبعا احنا خلال البرنامج بنمر برحله طويله مع الطلاب، بنمكنهم فيها من خلال التدريبات المختلفه، تدريبات المهارات الشخصيه، تدريبات الخطط التسويقيه والخطط الماليه، وطبعا كل التدريبات دي بتؤهلهم ان هم في النهايه يعملوا مشاريع قويه جدا يقدروا ينافسوا بيها، ومن ضمنها المشاريع اللي بتخدم طبعا قضيه المناخ. يعني احنا بندربهم وبعد كده يعملوا مشروع، ولا كل حد بيدخل في البدايه عنده فكره مشروع مثلا وبعد كده ممكن يقبل في هذه المبادره او لا؟ هو من البداية هما بيكون عندهم فكرة المشروع، ولكن ممكن تكون أن الفكرة بينقصها بعض الجوانب. من خلال التدريبات اللي احنا بنقدمها لهم بتكون الفكرة جاهزة أن هي تتعرض على لجان تحكيم بروفيشنال جدا، وبالتالي بتبقى الفكرة متكاملة طبعا، متكاملة الأركان، ويقدروا أن هما يعرضوها قدام أي حد.